ايه ها جايين نحضر عرس، ايه ها جايين نحضر عرس مش معزومين عليه، ايه ها الشنطة الحمراء موجودة معنا بس تقيلة، ايه ها يمكن يشحطونا وان شاء الله يخلونا. ويلي لي 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 لي. اختي نادين اهلا وسهلا فيك بيتجاني وين ما كان على ام تي في. لا قولوا هيدا عرس، لا قولوا، لا ليش نحن لو مش مقابلة هي جوني؟ لا لا لحظة نادين جوني. نادين بتعرفي شغلة؟ ليش جيت على عرس ناتاليا؟ جيت على عرس هي العرس بتكون مع بعض. لا 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 نادين عيوزك نادين 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 بليز بليز لك بليز تعي شوي. اخ يا قلبي خدي لي ضغطي بليز ما عم بمزح. انا جايب مثلا حطي لي اياها. لا لا نادين والله ما عم بمزح. اخ يا قلبي اخ خلص ها اخذت لك قد ايه؟ قد ايه الضغط؟ بتعرفي نادين ضغطك عاجت بالمره انه انا ماني معزوم على العرس بس جايب قربي شوي ما عم بمزح. انا ماني معزوم على العرس بس جايب لك هدويات لنفالي. قلت عيب بدي نقطها ولك مني كادو هلا بعطيك اياه لحكمة. انت احلى كادو. جيبي لي الشنطة الحمراء بليز. الشنطة نادين نصحتيها لناتالي؟ ايه نصحتها تتجوز. الجيزة عسل او بصل؟ عسل. تا. في شغلتين بعد. لحظة في شغلتين. هيدي مدقة لحمة. اوكي وهذا الشوبك له عده هو عفات فيه استعمالين. استعمال الاول هو لشو نادين؟ رق العجين. استعمال الثاني رق العالم خبط على الراس. سو هيدول كيف؟ الزواج هيك شو هو؟ هو احترام هو حلم وخيال. ناتالي قالت زواج حلم وخيال. نادين شو بتقولي عن الزواج بعد الاكسبيرينس تبعك؟ هو احترام معامل واهتمام. انك يا عمي بعد ما تضيفت. ايه متضيف مزبوط بعد ما ضيفنا شيء. جيب هيدي مكارون. مكارون وهيدي شوكولا. هيدي الكاليسون كثير طيبة. شو اسمها؟ كاليسون. اختي باسكال انا بعرف فيه كاليسون عصبي. شو كاليسون هاي؟ هيدا كاليسون بالشوكولا. وتفضل حبة ملبن كمان. ما تضيفنا. وهينا وصلنا على العشاء. بونسوار. هاي اسمك ايه؟ جوني وين ما كان. حبيبتي طولتي شو؟ لحظة اسمي مش موجود. اني واي ثانك يو مش معزوم. رجعنا. نعم تفضل. شو ما بدي اروح العشاء. عريس شو بتقول اليوم بنهار عرسك؟ ليلة ولعانة ولعانة كسر الدنيا. خير عريس. هلا بالشباب. فيني فوت معك بالزحمة؟ أكيد. حاسس حالي بشي متحف. كيف تعرفوا إنه ما حدا مرتاح؟ هيك حبيبتي ليش أقرأ؟ كائن فضائي موجود بالعرس. حبيبي من وين أنت؟ والله ما بعرف. هلا جيبوني بيت بيت. ما حدا مرتاح. بونسوار ستيفاني. هاي. انا بقول اشتقتي لي كثير صراحه. شو عم بستعمل غير الايام؟ ليكي انت معزومه على العرس؟ انت معزوم؟ لا والله لا. معزوم؟ وحياة الله لا. انت بتلعس لك عرس؟ انا مش معزوم. لا شو عم تعمل؟ والله العظيم مش معزوم. شو عم تعمل؟ طيب بتسلم على خير. طيب ليك بدي لك شغله. انا مش معزوم على العرس والله العظيم. الله والله العظيم. بس خلص فوتك معك. خلص فوتك معك يا اوكي. عن جد ما عم بمزح. يلا ايه خلص مع بعض. ردي اذا ما بدي رد معك. اوكي انت منيحه؟ سافا انت جود؟ اي ميس يو. يلا باي. عريس ما نصحوك قبل؟ بلا كذا مرة. ما حدا بيتعلم الا من حبيبتي. بس معنا كيلو طاووق فينا نشككم؟ بتعزتك عجلة؟ لا اتجوز؟ ايه بعد عندي كثير وقت. ليه؟ I love you. I love you.
في شغله قلت هيك العرس رح يكون كله على السوشيال ميديا، ليش تحضروا على التليفون؟ بيجي بحضروا هون. بتعرف شو أكثر كلمة رح تسمعوها أنت ونتاريخ؟ شو؟ في شي على الطريق؟ في شي هيك هيك؟ ليك الأكل طيب؟ شايف قرب شوي معي تبرويرات بالسيارة، فينا هيك نعمل لمية لغدا بكرة؟ فكرة معي لك خيب.